بص بقى اللي جاي ده عجبني قوي لما تابعته كده، والتصريح بتاع يعني كولر هو كان بيتكلم بمناسبة طبعا استعدادات الأهلي. مارسيل كولر امبارح هو كشف عن فكرة هنا استغلاله للأجازة اللي حصل عليها الفريق في دراسة بقى هنا فريق الاتحاد المنستيري طبعا اللي احنا هنواجهه. هو نشر كتب كده على الفيسبوك عنده يا كريم، هو حط صورة ليه وهو بيشاهد إحدى مباريات يعني الاتحاد المنستيري، وقال كده: يوم أجازة للفريق لكن ليس للمدير الفني، أعمل على التحضير للمباراة وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. هي طبعا على سبيل أنه هو بيوري الناس هو بيعمل إيه، على سبيل أنه هو بيهزر مع الصحافة، بيهزر عايز يعني يعمل برضو سين حلو. بس عجبني فكرة هنا أن طبعا الأجازة أو التوقف أو غيره وغيره ده بيكون مش للمدير الفني أبدا، خصوصا لما أنت بتبقى جاي كمدير فني كمان جديد طبعاً. لسه بتدرس ولسه بتشوف ولسه بتتعرف على الفريق ولسه بتحاول تفهم كمان الفريق المنافس. ويمكن بالمناسبة كمان اللي كان بيبقى حريص قوي على ان هو يوري للجماهير قصة ان هو بيدرس الفرق المنافسة كان لو انت فاكر موسيماني، موسيماني كان دايما بيبقى حريص ان هو برضو يعرض للجماهير ازاي بيذاكر الفرق المنافسة، كان دايما بيتكلم عن الفرق المنافسة وان هو بيدرس التاكتكس بتاعتها وبيتكلم عن يعني جمل فنية كده خاصة وبيتكلم دايما عن المنافس اكتر ما بيتكلم عن فريقه. يعني ده يعني بيأكد لك قد ايه الراجل ده بيبقى مذاكر الخصم بتاعه، ده مهم جدا. وفكرة ان كولر لسه جديد برضو على المنطقة عندنا فيعني حلوة، بس يعني عجبتني امبارح. بصي الالطف بقى من ان احنا نشوف المدراء الفنيين وهم قاعدين بيذاكروا، احنا عايزين نشوف النتيجة النهائية على ارض واحدة الملعب. واحدة بقى كريم جاي. ايوه بس طبعا احنا بص انت بتتكلم في نقطة على فكرة لك كامل الأحقية انك تتحدث فيها او تتكلم بشأنها، يعني لان ده حالنا كلنا. تاني احنا مش عايزين نبدا ان احنا نضغط على الفرقه ونقول بصوا بقى احنا اللي جاي ده بتاعنا، يعني هو اللي جاي بتاعنا احنا عارفين، بس برضو احنا ايه اكيد عايزين نفرح، اكيد عايزين نعوض اللي راح، اكيد فاهمين ان دي كانت كبوه وهتعدي، واكيد الاهلي معود انه يقف على رجليه مره تانية، كل ده احنا عارفينه. بس خلينا برضو ما نحاولش، انا بقول نصيحه او بقول رساله وبقولها لنفسي قبل حضراتكم، ما نضغطش برضو على الفريق وعلى المدير الفني من دلوقتي، ان دي نقطه مهمه جدا. يعني اكيد هم كل الكلام ده هو وصل لهم يا كريم، اكيد الفرقه عارفه بالمدير الفني الجديد بكل النظام والمجلس وكل الناس عارفه ان احنا خلاص كجماهير يعني منتظرين الكتير جدا ان هم يعوضونا، لكن برضو فكره ان هو نضغط الضغط ده مش حلو، نديهم مساحتهم، ندي ثقه ونشوف ربنا ان شاء الله يجيب كل اللي جاي حلو لصالح الاهلي انه يستحق. عارف انت لما تبقى تستحق حاجه بتبقى يعني حقك جدا، وبتبقى في نفس الوقت مش حاجه جايه لك كده اللي هو من فراغ، لا انت تستحق ان انت ترجع تاني لمكانتك، لان هي دي المكانه الطبيعيه اللي احنا نعرفها يعني، ومن غير بقى خد في تفاصيل ولا ايه. لا طبعا. وبعدين فكره الـ 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 الشخص المسؤول عموما سواء كان لاعب او مدير فني، الشخص اللي حاسس بالمسؤوليه الملقاه على عاتقه كده كده هو مضغوط لوحده خلقه يعني. فنتمنى ان شاء الله نشوف فعلا الفتره الجايه ما يسر جماهير النادي الاهلي في كل